تفضل يا استاذ محمد. كيفك يا استاذ؟ والله بخير حال الحمد لله. عندي استفسار. تفضل. من هو وزير الرسول؟ مو يقول لك كل نبي له وزير، من هو وزير الرسول؟ وزير ايه حبيبي؟ وزير الرسول نبي محمد. من دلوقتي ولا ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا ايام نعم. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان ابي بكر الصديق، وكان عبد الله بن ام مكتوم، وكان علي بن ابي طالب، وفي اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد، وهناك وزراء كثر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مصعب بن عمير، وكان وزراء للنبي صلى الله عليه وسلم كثر. يعني هسه وزير، اول وزير هو ابي بكر ما؟ يا عم اول، انت بتتكلم على اول خليفه ولا اول وزير؟ وزير عندي يعني خليفه وزير. خلاص انا جاوبتك الحمد لله رب العالمين. نخش بقى في موضوعنا حضرتك. حضرتك نخش في موضوعنا لو سمحت. يا باشا، هل الوزاره افضل من فاطمه؟ هل الوزاره افضل من ضرب فاطمه؟ بس اسمع لي خلي اكمل بعدين. يا عم كمل ان شاء الله في اخر البرنامج لما نكمل، مش هغير موضوع البرنامج. محاولات شتى. شكرا ليك يا حبيبي، شكرا ليك. محاولات شتى. بس اقف عندي استفسار. محاولات شتى لتغيير البرنامج، فمش هنغيره، مش هنغير العنوان. حضرتك الان كيف فاطمه؟ شكرا ليك، شكرا ليك يا حاج، شكرا ليك، مع السلامه. محاولات شتى لتغيير موضوع البرنامج، مش هغيره يا شيخ، انا مش هغيره، وممكن اقعد عليه اسبوع، وطول ما انتم بتعملوا كده ممكن امده الاسبوعين كمان. الان فاطمه رضي الله عنها وارضاها ضربت امس، كيف اليوم تذهب لابي بكر الصديق؟ ولما تذهب لابي بكر الصديق المفروض تقول له يا ابو بكر ليه عملت فيا كده؟ طب انا عملت لك فيه عشان تعمل فيا كده؟ هل انا اذيتك في شيء؟ ده انا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ليه تضربني؟ طب والمحسن اللي في بطني ماله ذنب؟ طب رجع لي المحسن لو سمحت. ممكن ترجع لي المحسن؟ صح ولا مش صح؟ المفروض تقول له كده. طب لو سمحت رجع لي الباب اللي اتحرق. طب لو سمحت اديني دار غير الدار اللي اتحرقت ديت. طب نعيش فين انا وعلي؟ مش المفروض تقول له كده؟ صح. فالله المستعان. لا ده ثابت ده كله، وحتى امامه علي واخد بالك وراحت تضارب برضه فدك.